ما شاء الله اشتغلت. انا كنت احلم اني اعمل في الطيران طبعا. عملت وعملت خدمات ارضيه، عملت في الطيران، بس انا اقصد انت تقصد انه ما عملت فيه اي مهنه تمنيت انك تجربها وتشتغل فيها، يعني تشوفها تقول والله ودي اجرب هالمهنه. والله ويا رب يتحقق حلمي. وش هو؟ يا رب انا احلم احيانا والله يا رب اني ما اجيب، يا رب اني ما اجيب الحين. وش الحين؟ الله يستر. وش يا اخي؟ تحلمت ان في مسؤول كلمني قال ابراهيم ابيك جوكر، عرفت كيف؟ جوكر ابيك جوكر يعني كل الوزارات تمر عليها. تمر تصير مستشار في كل الوزارات الحكوميه. لا والله اسمع الكلام اللي بقول كلام خطير. قول قول قول. ابيك اليوم يعني انت كرت اخضر يعني. ابيك اليوم مع الامن، تخدم الامن، تخدم الشرطه وكذا، تعالج القضايا، تنزل توقف سيارتك، تمشي حركه السير، تخلص تروح للاسعاف، تلبس مع الشباب، يعني ابغاك يعني طاقه ايجابيه. حلو. يعني زي ما تقول دعم موضوع القطاعات الحكوميه والقطاعات الامنيه. بكره عند يلا الحد الجنوبي، شارك مع الجنود البواسل. والله يا جماعه خير، اقسم بالله العظيم ان هذا الحلم يراودني من فتره لفتره. حلو. ان شاء الله بس ان شاء الله انه يتحقق. اي يعني كذا مسؤول دق علي وعندي الرغبه، يعني انا ناشد من والله العظيم يعني من والله فكره جميله صراحه. اهنيك والله. صار الو ابراهيم، بكره يعني ابيك تعمل مع الشرطه، تساندهم وترفع معنوياتهم، تشتغل خلاص. الله يوفق حبيبي. بعد الشرطه عندهم خبر مع بطاقه بعد يومين. الو الصحة يلا ما نبي مع الصحة كل يومين، مو اسبوع يعني ما تاخذ الخبر. لا اسبوع تتعلم. او انه انا ارتب جدولي برنامج. إيه؟ مره مع الشرطه، مره مع الدفاع المدني. حلو. مره يعني اعيش معهم اللحظه، ويكون هذا شيء اما موثق ولا لا، بس انه الهدف انه زرع طاقه ايجابيه. انا حلو. يعني حلو. شخص اكتف. انا عجبتني فكره حلوه والله يا جماعه. انا اتحلم طبعا، احلم كذا الو طيب هذا كرت. بعد يجيك اتصال من كبير ونبيك تبدا كرت المسانده. كرت المسانده والله معي انت بمعي. والله فكره جميله. تخيل معك، تخيل. اهنيك والله. اهنيك. ابغى اشتغل في كل قطاع، في الجمرك، في الجمارك، في المينا. تلبس ثوب مهنه معينه كل شهر، تخيل مثلا مثال. حتى ما ودي يتحكمون، ودي انا يعني اليوم احس انه صار فيه هدك على رجال الامن، الله يطول بعمرهم، لانه عملوا شيء جبار في اليوم الوطني. الله يحفظ هذا الوطن. وحقيقه انا كان ودي ابدا في البدايه يعني اهني قاداتنا وعلى راسهم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الامير محمد بن سلمان. الله يحفظ حكامنا وقاداتنا ونهني شعبنا بهذا اليوم الغالي على قلوب كل مواطن مقيم. وللمعلوميه عملوا جهد جبار رجال الامن مع السيارات، مع الحركه، الكل فرع في هذا اليوم. صحيح. وكلنا فخورين بهالوطن. ابراهيم